الكرة مقطوعة، ولكن على ما يبدو في صفارة من حكم. أوه، طرد، بطاقة حمراء لعبد الله الوسطى من بدر العنزي، كرت دايركت وبطاقة حمراء مباشرة من بدر العنزي إلى عبد الله الوسطى. في انتظار حركة، في الانتظار حقيقة لإعادة بالحركة البطيئة لمتابعة وملاحظة قرار حكم المباراة بدر العنزي اللي بيشر البطاقة الحمراء في وجه عبد الله الوسطى الظهير الأيمن في فريق نادي الشباب. خلاص القرار اتخذ، الصافرة انطلقت، البطاقة الحمراء خرجت، وبالتالي لا مجال لا للأعذار ولا للاعتذار يا أسطى. راح نشوف قرار الحكم. بالفعل القرار سليم 100%.